كما كتشوف حتى كنشوفوا حنا هاد الجمهور وهاد الناس كلهم اخوان ديالها. وهاد السيد راه تقع على هاد السيده. حنا كنطلبوا من السلطات المحليه وكنطلبوا من رجال الدرك والناس المسؤولين الكبار باش يعطيونا حقنا. وهاد الناس ديال الاطباء اللي كيطلقوا هاد الناس بحال هكا وكيطلقوهم في كيديهم السبيطار كيعاودوا يطلقوهم خاصهم ياخذوا تما واحد العبره بانهم هاد الناس يكونوا طالين تما بحال كيما طالين حنا. ماشي كيخليو الناس كيتكرفسوا. وكنطلب من السلطات الكبيره والسلطات ديال البلاد كلها توقف معانا رؤساء ولا ناس ولا كاع جناد مسؤولين على هاد الشيء اللي وقع علينا ووقع الناس اخرين. حيت هاد الشيء كيتكرر ماشي المره الاولى ماشي الثانيه. كاين انسان عنده شي خلل في عقلي خاصو يشدوه. كاين السبيطارات كاين الحبس تيصفر ماشي غير يشدوه ويطلقوه. لا ما عنده والد ولا فريد ولا بلا ويطلقوه حتى كيولي يوصلوا لهاد الحاله هادي. هاد الحاله ولا بغيتها واحد لولادو. وحنا راه دايرين جميع الصبر جميع الصبر دايرين واقفين به. احنا معنا في حاله ما يوجد لها. وكنطلبوا من الناس الله يرحم الوالدين باش يرحموا على المرحومه ويطلبوا لنا احنا الصبر جميع الناس راهم اخوان وجيران وكل شيء مساكن ما صابرينش. اش غنقول لك اخويا الا غنقول لك انت كتشوف فين خرج لينا العائله على قد خرج لينا هذا المجرم. الله ياخذ فيه الحق ولد مولا عبد الله. الله ياخذ فيه الحق ولد مولا عبد الله. وبان المخزن يعطينا حقنا. انا يا اختي كنشد الحبس. تجول درت وليدات على دخلت فوق راسي. بدي دريه تكافس على راه ما يمكنش. والسي حموشد عطينا حقنا الله يحميكم الوالدين. اقصى العقوبات لهذا السيد. هذا راه ارهابي هذا. ملي كيذبح بنادم من عنده ارهابي هذا ماشي مسلم. الله ياخذ فيه الحق. الله ياخذ فيه الحق.